وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، أعلن طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي عن التعاقد رسميا مع حاتم البحيري لاعب الاتحاد السكندري لينضم رسميا إلى الفريق في الموسم الجديد. وأوضح خيري أن البحيري وقع على عقود الانتقال للفريق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في إطار تدعيم الفريق بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على كل البطولات. وكان الأهلي قد نجح في الحصول على توقيع مصطفى مشعل المنضم من صفوف مصر للتأمين في صفقة انتقال حر والذي وقع لمدة موسمين. يستعد فريق شباب السلة الأهلي بقوة لخوض المباراة الفاصلة مع نظيره الجزيرة لتحديد الفائز ببطولة الجمهورية والتي تقام غدا الأحد على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر. ويخوض الفريق ميرانه اليوم بشكل قوي إلى جانب قيام الجهاز الفني بعقد محاضرة فيديو للاعبين لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة. وكان الفريق قد تساوى في الترتيب مع الجزيرة بعد الفوز عليه أمس في آخر جولات الدورة المجمعة ليتأهل الفريقان لمباراة فاصلة لتحديد بطل الجمهورية.